ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، والحقيقة بنطرح من خلال فقرتنا دلوقتي موضوع مهم جدا، واحنا بنحتفل طبعا على مدار شهر أكتوبر المجيد بانتصارات أكتوبر المجيدة ومرور نصف قرن من الزمان. الحقيقة احنا قدامنا أبنائنا وأحفاد البعض طبعا، يعني عايزين نربي جواهم الانتماء، نقويه ازاي انه هذا الوطن يستحق انك تنتمي اليه، يعني بكل ذره من كيانك ومن مشاعرك. انا بيسعدني يكون معايا النهارده ضيفي اللي هيكلمنا عن تنميه الولاء والانتماء في الشخصيه المصريه في اطار احتفالاتنا بانتصارات اكتوبر، ضيفي العزيز دكتور امجد وحيد الدين، دكتوراه في علوم البيئه من جامعه عين شمس ودكتوراه انثروبولوجي من جامعه اسوان. اهلا بيك معانا يا دكتور ونورتنا. دكتور خلينا نبدا نتكلم عن يعني بناء القيم الاجتماعيه كركائز للشخصيه العسكريه. احنا عارفين يعني مصر كانت اول جيش نظامي في العالم في الدنيا كلها، فالعسكريه المصريه دي تراث وتاريخ يعني من البطولات ومن التنظيم ومن الحب ومن الانتماء، فخلينا نبدا بيها وحضرتك تكلمنا عنها. وبالنسبه لل يعني لاحتفالات اكتوبر دايما بترجعنا ليه لطفولتنا. قالوا كان في شهر رمضان احنا صايمين، وصيام اسوان بيختلف عن صيام اي بلد تانية طبعا في الحرب طبعا. فابتدت كنا في مدرسه عبد الله حسين الاعداديه، كانت هي مدرسه عبد الله حسين، مدرسه المواساه، مدرسه الاقباط الاعداديه، دول المدارس كانوا هم اللي موجودين في اسوان كلها او اسوان المدينه. قبل ما ابتدي بقى لما حصل ايه طبعا الاعداد زادت، ابتدت المدارس تزيد وتوسع والاعداد تتزايد فالمدارس زادت معاها. فجاه كده احنا طبعا تعبانين من الصيام، فلقينا جمعيه الاصلاح الخيريه في شارع بشير بك، الجمعيه اتفتحت وشغل الميكروفون بتاعها واغاني وطنيه وبتاع ايه في، قالوا دخلنا الحرب. كلمه دخلنا الحرب احنا اطفال، بس ايه في حته بقى ايه دخلت الحرب وانت مصري. اتغيرنا كده. طب ما احنا عاوزين نروح الحرب. لكن كنتوا حاسين بلحظات الانتظار اللي قبلها قبل الاعلان عن ان احنا لا كنا اطفال بقى فكرنا محدود. نسمع اقوله نكسة 67 ده كل الحاجات دي كلها بتعدي عابره كده، لكن حته ان احنا نعيش ونشوف، بس حته ان بقى الاسره ابتدت بتدينا القيم بقى الانتماء والحب والولاء والاخلاص، وان انا ازاي ده كله من الاسره. تمام. يتكلموا عن السياسه باسلوب راقي، تحس انك انت طب الناس دي بتهتم ليه بالحاجات دي؟ ليه الوالد يجيب كل يوم الجرنان عشان نقراه؟ ليه مثلا تتابعوا الاخبار؟ يفتح مثلا المذياع ده ما شاء الله كان شغال مثلا راديو ما بيطفيش بقى، لدرجه احنا فوجئنا ان ابتدوا في جمعيه الاصلاح الخيريه دي بشارع بشير بيه يشغلوا الاغاني الوطنيه ويشغلوا البيانات العسكريه. لقينا بقى الانتماء ظهر، القيم بتاعتنا ابتدت زي ما بيقولوا تتلمع كده. الله يا جماعه الشعور ده جاني من فين؟ الاحساس ده جاني من فين؟ لقينا التجمعات. ده الحاجه الغريبه اللي في مصر ان المشاكل قلت. الحاجه الغريبه في مصر ان السرقات ما فيش واحد سرق طب ما انت بتسرق كل مره وبتودوك مش عارف ايه، ما فيش حد بيعمل حاجه غلط. ايه ده؟ ظهور شكل جديد للمجتمع المصري وحب وانتماء وترابط، وفي نفس الوقت دعوات مستمره في الصلاه، دعوات من حتى لو واحد حصل مني مشكله تلاقي التاني بيتنازل بكل بساطه يخلي يرجع بشكل شيك جدا للمجتمع ولحظيره المجتمع، وما فيش اي حاجه تضر المجتمع. الحاجات دي كلها طبعا ما بتجيش من فراغ، لان طبعا التنشئه الاجتماعيه السليمه للطفل من هو صغير في اسرته بتطلع بينا، هي دي اللي بتخلي حته العاده بتاعت الصلاه دي بتخلي الانسان برضو كل شويه يفتكر ربنا. حاجه نعملها يقول لك لا ده حاسب ده، يا ريت ممكن نعملها حاجات في المستخبي بتاع، لكن برضو الضمير صح انه يقولوا لا.
ما تعملش الحاجه دي لان الحاجه دي غلط. حتى الاستذكار بتاعنا كان ايه؟ كان بناء على ان برضو لازم في توجيهات سليمه وفي مدرس قدوه رمز لينا. نعم. يعني نشوف المدرس نلف من الشارع الثاني، نخاف ان المدرس ياخد مكانته. اه طبعا. الحاجه الثانيه كانت عباره عن اسوان، عباره عن اسره واحده، لو شاف مدرس التلميذ ده بكل بساطه عبل ما بيوصل البيت يلاقي الخبر وصل له ان إيه ابنك في الحته الفلانيه، او ابنك ما حضرش، او ابنك ما النهارده ما حلش الواجب، ايه ده؟ فكانت منظومه في تناغم فيها. آه في حاجه اسمها ولاء وانتماء، كلنا بنتكاتف عشان ده. شوف بقى لما تيجي الحرب بقى، وفي نفس الوقت في حاجات تانية يعني محاور تانية هنتكلم فيها، عشان ازاي ان انا ابتدي ازاي وادخل حرب، وازاي اطلع من مرحلة صعبة لادخل في مرحلة عشان لازم اعمل لها استعداد و و و. طيب يعني كان في اعداد وتدريب قبل الحرب طبعا، يعني دي مرحلة برضو كانت مهمة جدا، دي من واحنا مصر كانت بتخوض حرب استنزاف بالفعل كمان قبل العبور. كل حرب ليها استراتيجيتها الخاصة. وفي استراتيجية قريبة المدى واستراتيجية بعيدة المدى. الفكر ده حتى احنا اقتبسناه من الاستراتيجية العسكرية، بيت في العلوم الاجتماعية بنحط كلمة استراتيجية وازاي تعمل خطتك و و و. حتى السياسة العامة للدولة لازم بتعمل لها ايه برضو خطط بفكر جديد، بس بيقتبس من الاستراتيجية العسكرية. عشان كده احنا لما نيجي نبص تلاقي الحرب استنزاف ليها استراتيجية معينة، حرب اكتوبر ليها استراتيجية، حرب 67 ليها استراتيجية، كل مرحلة ليها. طب وفي نفس الوقت انت لازم تستثمر كل الامكانيات اللي قدامك، بس لازم يبقى الفكرة عالي، ولازم العلم والتطور التكنولوجي انا برضو بستخدمه. ما يجيش انا مثلا امسك له مدفع عليه 50 سنة والتاني اللي قصادي امسك له مدفع حديث. هيدي الفكرة ان انا بعمل بسرية كاملة تامة، ما حدش يعرف انا بعمل ايه وبتعمل. تمام. المعلومات انا بنفذ الاوامر، اتعلمت كده ان لازم انفذ اوامر، ان اللي قبلي او اللي اعلى مني او اللي اكبر مني سنة عندي خبرة وعندي مهارات، دي بتخليه بقى ايه يديني الاتجاه الصحيح. تمام. حتى البيئة بتاعتي انا بستثمرها، يعني انا لما الاقي البيئة بتاعتي استثمرها، زي خط بارليف ده، انا عشان اعدي خط بارليف ولا 10 سنين اعدي خط بارليف. نعم. يجي مهندس اشتغل في السد العالي، قال لك احنا ياخد الفكره بتاعت الميه وازاي كنا نفتح ونعمل ممرات ونعمل ونعمل، نيجي الفكره. طب انا يا جماعه هروح اقول للناس انا عاوز طرمبات وعاوز ده انا عسكري كشفت نفسي. في سريه بقى، ببعت واحد يقول لك انا هستخدمه في الزراعه، والتاني يقول لك لا انا هستخدمه في الري، واحد يقول لك مش عارف، واتوه اللي قدام عشان التاني العدو علشان ما يراقبش. طبعا الاستراتيجيه او التكنيك اللي لازم يجي بعد كده. بستخدم الحاجات دي فين؟ بعمل تدريبي فين؟ بعملها في حتت كده بعيده، في حتت ما اختارش عليا واحد، البسهم جلاليب، البسهم لمؤاخذه لبس عادي بسيط، لكن ما البسش لبس عسكري. وسيب حتى التكنيك في الحرب، انت وقاعد بتقول بكره الراجل ده هيحارب، قاعد يلعب على الشط كوره وبيلعب مع صاحبه وبيهزر مع صاحبه وهو عارف ان هو داخل حرب، لكن في ساعه الجد بقى او ما تيجي الساعه اللي هي كل ده بيتغير، يلبس حب يلاقي نفسه الله ازاي ده؟ ده انت المود اللي قاعد فيه لعب وهزار وبتاع، وتيجي فجاه تبني اسد، مش ممكن. يعني فكر عالي جدا، اخذ وقت وجهد ومال، وفي نفس الوقت التكاتف القوي، القياده الحكيمه، الحاجات دي كلها ما بتجيش من فراغ. عشان كده احنا بنقول يا جماعه حتى الحاجات دي هي الاستراتيجيات احنا بنستخدمها في الاسره. نعم. يعني بعد مرات ممكن لو انا حاجه مش قادر اقولها يقول لك الفكره عالي، يقول لك طب تمام، بابا بيستخدم استراتيجيات، لكن كله هدف وكله ايه مصلحه اللي ده. طب الرؤيه في الاخر ازاي؟ عشان انا اقنع الاب او اقنع الام لازم استخدم معاهم تكنيك بقى ازاي. طب انا هنجح، هبقى متفوق وكذا، بس انا عاوز الحاجه دي، يبقى ده المقابل بتاعي. انا هدخل الحرب دي عارف عاوز امكانيات، عاوز تنميه بشريه وبشر، اعداد، تدريب، ده كله وبياخد سنين، مش هيجي من فراغ. نعم. 6 اكتوبر حصل ايه؟ الاستراتيجية بتاعت 6 اكتوبر اول ضربة اتكررت بعد 50 سنة من كام يوم. الله، ايه يا جماعة الفكر العالي ده؟ يبقى كده انا لازم انا استفاد، يبقى انا استفدت من النكسة 67، بقيت حذر جدا وبقيت افكر حتى لو عدى 100 سنة
ما سيبش الامور تتكرر تاني، لان انا دلوقتي موقفي بقى في الطب، مش ممكن انا اتنازل عن الطب ده. بعمل ايه؟ بعمل تدعيم ليا تاني وتدريب ليا، ومستمر عشان بكره بعده اي خصم يعرف ان انا قوتي ما زالت هي قويه، انا مكانت عاليه، الفكر بتاعي الاسلحه بتاعتي تطورت، الانسان اللي عندي مش هو الانسان، انسان متطور وماشي مع المستوى. كل التغيرات اللي بتحصل في العالم لازم تبقى عندي انا عشان بكره بعده اعرف اعمل ايه ردود فعل مناسبه وقتها. والعالم ده حطيني في الحسبان، يعني دلوقتي قال لك مصر دي خلاص هي هي الأمة العربية اللي واقفة واقفة، ما حدش قادر يجي ناحية. ليه؟ عندها قواعد وركائز أساسية مش ممكن حد يتهم. قيادة حكيمة، سلاح قوي، تكاتف قوي، مش قوي، ده كله بيفرق مع الإنسان. عشان كده بنقول يا جماعة احنا رؤيتنا واضحة، لكن في نفس الوقت بنقول احنا مصحصحين قادرين نعمل حاجات كتيرة، بس ما حدش يجي ناحيتنا، لأن احنا لو حد جاي ناحيتنا احنا عندنا 6 أكتوبر هو دي الأساس اللي احنا بنبني عليه دلوقتي مصر الجديدة بتاعتنا. أيوه، الجمهورية الجديدة. احنا بنتمنى يا رب دايما بلدنا منتصرة آمنة مستقرة، وسعدنا بكل اللي حضرتك قلته. ضيفنا العزيز دكتور أمجد وحيد الدين، سعداء دايما باستضافة حضرتك وبكل يعني اللي بتقوله لنا واللي بتقوله للسادة المشاهدين. بشكر وجودك معانا، وكل سنة وحضرتك طيب ومصر وجيشها العظيم طيبين يا رب. شكرا لوجود حضرتك. ومشاهدينا، يا رب احفظ بلدنا آمنة مستقرة. بناء الأوطان وحب الأوطان مش مرتبط بأكل وشرب، إنما مرتبط باستمرارية هذا الوطن والحفاظ عليه وعلى استقراره، وعلى يعني إنه لا يصيبه أي مكروه، ونحن ما نستمعش لأي كلام يردده حد على يعني مسامعنا أو عبر وسائل التواصل وغيرها يعني بينوي شر لهذا الوطن. ربنا يحمي بلدنا وينور بصيرة كل المصريين. وبكده احنا وصلنا لنهاية حلقتنا. بشكركم ونتقابل على خير الحلقة الجاية. ألاقيكم في أتم صحة وأحسن